خليفة غنى لكثيرين من الشعراء المصريين، يعني غنى لأحمد رامي وغنى لصلاح عبد الصبور، وبعدين لا مؤاخذة غنى لمرسي جميل عزيز، غنى له أغنية يسمرجول كيد العزول. دي الأغنية دي أول أغنية أنا أخذ فيها أجر على عمل فني في مصر. جينا الاستوديو، لقينا الأستاذ سيد بيغني أو بيعمل بروفات، وقفنا كورس. أتذكر عملنا معه أنا وخورشيد وإبراهيم عبد الله وعثمان عبد الله، ولما طلعنا أدونا كل واحد جنيه. سيد خليفة قبض القروش بتاعة التسجيل ووزعها علينا بتاعة الأغنية. كانوا طوالي تطلع من التسجيل تقبض قروشك. بالمناسبة كان من أكرم خلق الله على الإطلاق، أنا ما شفت أكرم من سيد خليفة. صدق فيه قول الشاعر: أرباب العقايد جد في الأنساب، جمع كل الفضائل منهم ما ساب، يخشاه الفقر يعمل له ألف حساب. والله العظيم من أكرم الناس. معلش سرحة، أرجع بكم إلى الغناء الفصيح، ونذهب إلى التيجاني يوسف بشير: قم يا طرير الشباب غني لنا غني، يا حلو يا مستطاب أنشودة الجن. هيتجنن فيها إن شاء الله ولدنا جمال. حتى طرف